أبناء عشائر الفحيص ويهنئهم باحتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم أبناء عشائر الفحيص تزامنا مع احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث هنأ جلالته أهالي المدينة بهذه المناسبة. وخرج أبناء مدينة الفحيص لاستقبال جلالته، حيث رفعت الأعلام واليافطات الترحيبية طوال الطريق الذي سلكه الموكب الملكي. زهت مدينة الفحيص اليوم باستقبالها جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث خرجت جموع غفيرة من أبنائها في الشوارع والساحات العامة التي ازدانت بالأعلام وصور جلالة الملك وحلقات الدبكة وسط الهتافات وعبارات الترحيب بمقدم جلالته. وخلال لقاء جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية والدينية ووجهاء المدينة عشية الاحتفال بأعياد الميلاد، تحدث النائب ضرار الداود الذي اعتبر أن زيارة جلالته للفحيص بمثابة الهدية لأهلها في الأعياد المجيدة، مثمنا مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته لدعم دولة المؤسسات والقانون. مولاي المعظم، يرحب بك الشيبة والشباب، النساء والأطفال، وقد رضعوا محبتك ومحبة أبائك وأجدادك، وكانوا على الدوام ينشدون معه وبه إن ماضون. فهي الفحيص بعشائرها التي آلت على نفسها إلا أن تجدد العهد في وطن الكرامة والمجد. واسمح لي يا مولاي أن أشكر باسمي وباسم الفحيصية جلالتكم على تلبيتكم لهذه الدعوة التي نراها بمثابة هديتنا في أعيادنا المجيدة. أهلا بصاحب الخلائق الزهر، سيد المروءة والشهامة، وهو يعبر بنا جسر الزمن الصعب. والله والله لو خضت بنا غباب الخطر ما تخلف منا أحد. نتسابق إلى الموت دون وطن بنيتمو آل هاشم الميامين. واليوم يا صاحب الجلالة حق لنا نحن الأردنيون من شتى المنابت والأصول والأديان أن نتسامى ونفاخر الدنيا بحنكة وحكمة قيادتكم، وأنتم تقودون السفينة وتمخرون بها المنعطفات والأمواج المتلاطمة. نموذج قيادي هو بحر من السماحة والجود، ملك تنام عن الفحشاء همته وتسهر للمعروف عيناه. وفي اللقاء الذي يأتي في إطار تواصل جلالته مع أبناء الوطن، أكد غبطة بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفلس الثالث في كلمته
والتي ألقاها نيابة عنه الأب رومان سوماوي، أكد أن البطريركية تثمن عاليا مواقف جلالته في رعاية المقدسات في مدينة القدس في مواجهة الاعتداءات وسياسات الاستيطان الإسرائيلي. أننا وباسم كنيستنا ورعيتنا نؤكد مجددا ولاءنا لهذا البلد ولعرشه الهاشمي السامي ورسالته العظيمة كقاعدة انطلاق لعطائنا في ظل رعايتكم، لنكون يا صاحب الجلالة شركاء مع باقي أشقائنا من الأردنيين في إنجاح مسيرة النمو والتطوير التي يقودها جلالتكم نحو أردن المستقبل. فيا حامل رسالة عمر بن الخطاب ويا حامي عهدته العادلة، كنتم ولا زلتم وستبقون بإذن الله على نهج سلفكم الصالح المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، في رعايتكم لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في قدسنا الحبيبة وأكنافها. ووصف غبطة البطريرك فؤاد الطوال بطريرك القدس للاتين نهج الدولة الأردنية بأنه نهج قائم على الانفتاح والاحترام المتبادل بين الجميع، ينهض على مرتكزات التعاون والانتماء والحوار، ويعزز بدولة القانون ومعيار المواطنة الصالحة. نهج حياتنا في الأردن يجعل رؤيتنا للآخر أساس صياغة المستقبل الذي نريد أن نبني معا، رؤية قائمة على الاحترام المتبادل، صيانة حقوق والحريات، تركيز على ما يجمعنا كلنا كأصحاب ميراث وإرث وطني وإنساني وديني، يدعونا لمحبة الله عز وجل ويدعونا لمحبة القريب، محبة بعضنا البعض. هنا في الأردن نحن شعب واحد، عشائر متعددة، كل فرد له اسمه ودينه، وكل اسم ودين عزيز على صاحبه، لكننا نملك رسالة واحدة نعيشها وننقلها، رسالة محبة وتسامح وحوار، تعاون، انتماء تعززه دولة، دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة حقوق، واجبات، حريات مصونة، دولة المواطنة الحقيقية والصالحة. إننا نثمن غاليا ما قاله جلالتكم قبل أيام لدى استقبالكم لوفد المنتدى الكاثوليكي الإسلامي الذي ترأسه سمو الأمير غازي. الحضور المسيحي في هذا البلد تاريخي، مكون رئيسي في التنوع. فالأردن باستقراره وحكمته أصبح ضرورة لا بد منها في الشرق الأوسط، وأصبح مثالا يحتذى به، إنه صوت العقل والمنطق والعدل، وهكذا يجب أن يكون. وألقى الشاعر جري السماوي قصيدة تغنت بالوطن ومناقب القيادة الهاشمية. تعبت سماء النسور منا ونحن نطير، واتقتنا الرياح في الذرى، واتقانا الأثير، وتراءى لنا المجد نسرا على العاليات يدور. طر بنا أيها النسر وامضي واعبر الغيم إذ يطيب العبور، لك من وطن الأردن عين وروح، لك منه الرؤى ومنه الضمير. منذ 90 عاما وأنت على قمم المجد تعلو وتعلو على المدى وتغير، وبك الأردن يعلو ويسمو صاعدا للمدى صاعدا ويسير. وتسلم جلالة الملك هدية النائب ضرار الداود، وهي نسخة تاريخية من القرآن الكريم، وهدية أبناء الفحيص، والتي هي عبارة عن نسخة مذهبة من الكتاب المقدس. كما تسلم جلالته هدية مدينة بيت لحم التي قدمها غبطة بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفلس الثالث، والتي مثلت مغارة الميلاد
مصنوعة من الصدف. عبارة عن بشار الخرشة، مدينة الفحيص.